سلام حبوباتي، واش راكم؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس. بون، اليوم بغيت ندير لكم برك وصفه تاع الخساس، كل وحده وطريقتها بيان سور، بصح بغيت ندير لكم الطريقه تاعي وتجيني مليحه وتجي صافي طريه وفي نفس الوقت مبصه. نبداو مع بعضنا. درت سميد قيس قرصه تاع الخساس، كل وحده والقيس يعني اللي بغاتو. درت شويه خميره لهنا، لهنا الملح والسكر والزيت. الماء نديروه البنات ما دافي، ماشي سخون كيما تاع الخميره وماشي بارد اكلاص، نديروه دافي شويه باش تجينا العجينه تاعنا طريه، وكيما نقولوا حنا من بعد تبقى طريه في نفس الوقت ومبسطه، ما تجيناش يابسه كي طيب. بون، نحكموا نبسو الدقيق تاعنا مع الزيت بالطريقه هذه، ندخلوا فيه الزيت كامل. ندمجوا المكونات كامل مع بعضهم. نخدموا بزوج يدين، انا كعادش راني نصور برك، راني ندير فرديلت. هكا الطريقه هذه، ونجيو للماء. الماء كيما قلت لكم دافي غير شويه برك، ماشي سخون بزاف وماشي بارد اكلاص. ونضيفوا الماء تدريجيا حتى نتماسك لنا العجينه تاعنا، تكون عجينه ماهيش يابسه بزاف وماهيش طريه بزاف كيما الكسره تاع الخميره، لخاطر كي تجي طريه بزاف كشغل المفعول هذاك تاع الزيت يروح، ما تجيش الكسره تاعنا مبصه. صافي كي تبلوها بزاف بالماء ما تجيش مبسطه مليح. هكا نلموها بالطريقه هذه، نحاولوا نعجنوها شويه. قيس ما تسلم برك، انا الدقيق اللي شريته الخطره هذه ناقص، خلاص ما فان نخدم بكنزه ومع الظروف هذا وما لقيناش حتى الدقيق وقطعوه علينا. الشعب تاعنا كيسمعوا كاين حجر صحي ولا خلاص، اول حاجه يخموا فيها انهم يعمروا الدار بالسلعه. بون، انا نخليها البنات هكا تركح غير شويه برك واحد الخمس دقائق ومن بعد نعاود نرجع لكم. هنا رجعت لكم البنات، راني خليتها ركحت ما مبازوش دقائق ولا ثلاثه برك، ونعاودو نجيب نزيدو نعجنوها باش تتلمنا وتجينا الوجه تاعها رطب وناعم بالطريقه هذه برك. اصلا الرخساس ما تتعجنش بزاف، مش كيما الكسره تاع الخميره لازم تها العجين بزاف بالطريقه هذه برك. هكا نقفلوا التشققات هذو هكا برك، من بعد كي نقرصوا راح تجينا سلسله. ها هي كي القرصه تاعنا، دوك نجيب القنوط تاعي باش نقرصوها. هنا رجعت لكم البنات نقرصوها مع بعضنا. شوفوا البنات القنوط هذا برك شريته من لاري اش بخمسة آلاف فرنك، عجبني وخفيف وهايل مليح للحوايج الصغار كيما الكسره كيما البيتزا كيما. نقرصوها بالطريقه هذه، واللي تحب تقرصها بيدها تقرصها بيدها، انا شتي نقرصها بالقنوط باش تجيني مستوى واحد. راكم تشوفوا البنات الدقيق هذا شويه كحل، بالنسبه للماركه والله ما على بالي، على خاطر كي نجيبو نفرغو في البورتمون جي ما على باليش الساشي تاعو طيشتها ما على باليش واش من ماركه.
بون ها هو كي السمك اللي نديرو، كل وحده ودير يعني ما درتش بزاف، يا ربي نص مليمتر، نص سنتيمتر عفوا، كل وحده دير، بغاتها خشينه ولا بغاتها رقيقه اكثر من هكا؟ انا ما شتيهاش خشينه بزاف وما شتيهاش راني رقيقه بزاف، من بعد تولي يابسه. دوكا نثقبوها بالفرشيطه ونحطوها طيب مباشره. هنا لوحت الكسرات تاعي البنات في الطاجين، نستناها تحكم روحها بيا من تحت ونقلبها، ما تبقاوش تقلبوا فيها اشاك فوا باش ما تفتتلكمش، صافي من تحت خليوها حتى تبدا تحمر ولا تحمر مليح، وقلبوها للجهه الثانيه باش تكمل تحمر، بصح ما تخلي كي تكون بيضه بعد وجسمها صافي جوست تحكم روحها برك، وتقلبوها ومن بعد تبقاو تقلبوا فيها اشاك فوا اشاك فوا حتى تفتتلكم في الطاجين بيان. صافي دوكا خليوها هكا حتى تحكم روحها مليح، كي نجي نقلبها راني نرجع لكم. هنا البنات راح نقلب الكسرة تاعي، وكي تحكم روحها مليح نوليو نحركوها باش طيب لنا كامل حمراء مع بعضها. هنا هذه هي الكسره تاعي البنات، شوفوا كيفاش طابت، جات حمراء تسخف الطريقه هذه، نقسموها مع بعضنا هاكم تسمعوا في الصوت، تجي طريه وتقرمش في نفس الوقت. الطريقه هذه هاي الكسره تاعي، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. ها هو كي الارتفاع تاعها، هذه هي الكسرة تاعنا، وش هي طيبة. وما تنساوش كي العادة الاشتراك واللايك ودعم القناة تاعكم، واللي عندها اي اقتراحات تخليهم لي في التعليقات، راني نشوف بلي ما كانش خلاص نشاط و على باليش راني حاسك شغل تعبير وكي يروح في الباطل، ما تصدقوش قد ما نتعبوا يعني باش نصور الفيديو باش ندير له مونتاج وباش نحطو، بصح مانيش نلقى يعني في التشجيع اللازم اللي كنت متمنيات، ويعني صراحه المهم نتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا للمتتبعات الوفيات والمشتركات تاوعي واللي راهم يدعموا فيا ثاني، نشكرهم بزاف. وهذا ما كان البنات، نخليكم ان شاء الله وشهيدكم في الجنه ان شاء الله يا رب.